قال ومدة التمريض مدة التمريض شهر. يعني المدة التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيها على قولين على ما يذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. ومدة التمريض خمس شهر وقيل خمس بل الشهر الشهر 30 يوم، إذا قسمنا على 5 يخرج الناتج 6، 6 زائد 6 هذا 5 الشهر يعني 12 يوم. نعم. أو وقيل بل ثلث وخمس فدري، ثلث الشهر 10 وخمس يعني 16، 6 و10 16 هذا على قول. نعم.